بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا تشابتر 3 أو الفصل الثالث من القصة بتاعتنا السنة دي، Great Expectations، يعني الآمال الكبرى أو التوقعات الكبرى. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بأول حاجة الكاركترز، الشخصيات اللي هنتعرض لها في تشابتر 3. جو جيرجري a blacksmith, the husband of Pipes or of Pip's older sister. طبعا هنا a blacksmith يعني الحداد، the husband زوج of Pip's older sister، أخت بيب الكبرى. Mrs. Jo Pip's older sister. Pip's older sister يعني أخته الكبرى. Mrs. Jo. Miss Havisham a rich elderly lady. A rich يعني ثري، elderly lady سيدة عجوز غنية أو ثرية. Stella a young lady who lives with Miss Havisham. A young lady يعني سيدة أو شابة، who lives بتعيش with Miss Havisham مع الآنسة Havisham. Georgina, Camelia and عندنا اللي هي Raymond Bucket, Miss Havisham's relatives يعني أقارب Miss Havisham. Orlick اللي هو a man who works for Joe. A man يعني الرجل، who works for بيعمل لده، اللي هو مين؟ جو، اللي هو the blacksmith. في عندنا definitions، طبعا مجموعة من definitions التعريفات. Apprentice يعني متدرب حرفي، اللي هو يعني بيقولوا كده زي الصبي، متدرب حرفي. A young person who works for someone to learn a skill. A young person يعني شاب، who works for someone بيعمل لده شخص، to learn a skill ليتعلم مهارة، بنسميه apprentice يعني متدرب أو صبي. Apprenticeship اللي هي الفترة نفسها، تدريب مهني. A period of time يعني فترة من الوقت، working as an apprentice بتعمل فيها كapprentice يعني صبي أو متدرب حرفي. Argument يعني جدال أو مناقشة. A disagreement يعني خلاف، or the process of disagreeing أو عملية الخلاف. يبقى a disagreement خلاف، or the process of disagreeing. Behave yourself يعني كن مؤدبا. Behave yourself، to behave well politely. يبقى behave yourself يعني كن مؤدب، أو كده زي ما بيقولوا كده احترم الآخرين. To behave well يعني يتصرف جيدا. Politely بأدب. عندنا dusty الوحيدة الغبار. Dusty يعني يعلوه الغبار. Covered in dust means covered in dust. يبقى dusty means covered in dust. Gloomy يعني كئيب أو محزن. Gloomy. Unhappy and without hope. Unhappy يعني غير سعيد، and without hope ويفتقد إلى الأمل، معناه كئيب أو محزن. Spider's web يعني شبكة العنكبوت. Spider's web، web يعني بيت العنكبوت، وspider يعني عنكبوت. فالإكسبريشن على بعضه كده، spider's web يعني شبكة العنكبوت. A net of sticky silk threads made by a spider for catching insects. A net يعني شبكة، of sticky silk threads يعني من خيوط، طبعا اللي هي سلك حرير ناعمة أو ستيكي رفيعة جدا. made by spider بيصنع العنكبوت. for catching insects لاصطياد الحشرات. عندنا vocabulary اللي هو الكلمات. coin يعني عملة معدنية. coin اللي هي العملة المعدنية. عندنا a pound note يعني ورقة فئة جنيه. a pound note. shelf يعني رف. relatives أقارب. pearl يعني شاحب. get a black eye تلقي كدمة أو تلقى كدمة حول العين. get a black eye. get a black eye طبعا بلاك أسود، هنا expression على بعضه كده. get a black eye ما تلقى كدمة في عينه، يعني خد كده دبة في عينه. put finger on يعني يتهم بجريمة. put finger on يعني يتهم بجريمة. put finger on again put
finger on. Put finger on يعني يتهم بجريمة. Lot يعني كثير. Lot يعني كثير. كثير من. يبقى lot معناه كثير. Hit يعني يصيب أو يضرب. Hit يعني يصاب أو يضرب. Lay lid يعني يضع أو يكسو. Lay lid. طبعا lay lid. Wrap يعني يلف. Wrap يعني يلف. W silent. Wrap يلف. Wait ينتظر. Wish يتمنى. Lead يعني يرشد أو يوصل أو يقود أو يحيى. Ring يعني يرن الجرس. The bell rings يعني الجرس رن. تعالوا مع بعض نشوف أحداث اللي تشبت أو 3. طبعا هنا اللي هو بيبس بيتكلم، طبعا هو الناريتور يعني الراوي. When I realized that the man in the inn had met the convict I helped on the marshes. طبعا when I realized يعني لما أدركت that the man in the inn إن الراجل اللي في الحانة had met قابل the convict يعني المدان أو السجين I helped اللي أنا ساعدته on the marshes في المستنقعات. I wanted to take Joe away. حاولت ان ناخد جو بعيدا. Before we could go. وقبل ما احنا نذهب. However the man took out a new coin. الرجل اخد new coin يعني عملة جديدة. He wrapped it in some paper. ولفها. Wrapped قلنا يعني ايه يلف. ولفها in some paper في ورقة. And give it to me. وطبعا عتها لي. يبقى احنا قلنا wrap يعني يلف. This is yours. دي بتاعتك. He said but be careful ولكن احتذر أو احترس كن حذر. Feeling frightened شعوري بالخوف كده. I took the coin أخذت العملة and left with Joe وغادرت مع جو. When we got home لما وصلنا على المنزل we realized that the paper wrapped around the coin was a pound note. أدركت الورقة الملفوف around the coin فيها العملة was a pound note يعني كانت فئة جنيه أو عملة فئة جنيه. جو went back to the inn immediately. جو أسرع على الإن يعني بسرعة immediately في الحال to try to find the man عشان يجد الراجل and return his note ويسترجع النوت اللي هي المذكرة بتاعته أو العملة to him يعني يعيد له إيه الجنيه مرة تانية. However, the man had left. ولكن الراجل بالرغم من كده كان خلاص غادر. Mrs. Joe put the pound note on a shelf. السيدة جو وضعت الجنيه على الرف. Where it would be safe على لكي يكون في أمان. And there to remind it. وحتى إيه يبقى يذكرها. Remained طبعا هنا. Remained يعني ظل أو بقى. طبعا هنا. There it remained. And there it remained. وهنا بقى الجنيه on the shelf. On my next visit to Miss Havisham's house. On my next visit يعني في زيارتي الثانية to Miss Havisham's house لمنزل السيدة هافيشام. Stella took me into a gloomy room. Stella أخدتني into a gloomy room يعني حجرة كئيبة أو حزينة. Where three ladies and gentlemen were waiting. Where يعني كان موجود هناك three ladies ثلاث من السيدات and a gentleman ورجل were waiting بينتظروا. They were Miss Havisham's relatives. كانوا أقارب Miss Havisham's. They were Miss Havisham's relatives. يعني كانوا أقارب السيدة هافيشام. سارة الأولى اسمها سارة. جورجينا أو جورجينا اللي هي الشخصية الثانية. جورجينا كاميليا and ريموند روكيت. ريموند بوكيت and they had also come to see her that day. وطبعا جاءوا لرؤيتها في هذا اليوم. قبل رنج الجرس رن. far away بعيدا. Miss Havisham was ready to see me. Miss Havisham كانت على وشك أو مستعدة أن هي تشوفني. Holding up her candle يعني ممسكة بشمعتها. Stella led me through the dark house. Stella قادتني خلال المنزل المظلم. Well boy يعني حسنا أيها الولد. She said Am I pretty هل أنا جميلة. Yes you are very pretty. طبعا رد قال لها yes يعني نعم. You are very pretty يعني أنت جميلة جدا.
Why don't you cry? She asked, looking unkindly at me. Why don't you cry? ليه انت ما بتبكيش؟ وطبعا بتنظر إلي كده بقسوة. I will never cry again, I said. قلت لها I will never. أنا عمري هبكي مرة تانية. Just then we met a large dark-haired man on the stairs. Just then. وهنا فقط قابلنا large dark-haired man. يعني رجل كبير داكن الشعر. On the stairs على السلم. Ah, you are a neighbor, I think. You are a neighbor. طبعا بقول لك كده انت جارنا. I think, he said. Yes, sir. نعم سيدي. I replied. وردت علي. Why are you here, boy? انت هنا ليه ايها الولد؟ Miss Havisham's asked me to. Miss Havisham's asked for me. يعني طلبت مني. I explained. Well, behave yourself. يعني كن مؤدب. Behave yourself. This طبعا ناخد بالنا من expression ده. Behave yourself. يعني قلنا behave yourself. يعني كن مؤدبا او be polite and gentle. This is not a place for children to play. This is not a place. يعني ده ليس مكان للأطفال to play يلعبوا. He said before walking away. وقبل ما يغادر أو يبتعد. I thought that he might be a doctor. اعتقدت إن هو ربما طبيب. And I continued walking up the stairs. واستمريت في صعود السلم. I soon found myself in Miss Havisham's room again. I soon. وحالا أنا وجدت نفسي في حجرة Miss Havisham again. مرة أخرى. Everything was the same as before. Everything. كل شيء على ما يرام مثل قبل. So, are you ready to play? هل أنت مستعد للعب؟ She asked. I don't think I am, madam. I don't think. يعني أنا لا أعتقد, madam. I replied. Well, do you want to work then? هل أنت تريد العمل؟ هل أنت تريد العمل؟ طبعا هي بتوجه له سؤال. Well, do you want to work then? يعني أنت عايز تعمل هنا الآن؟ طبعا لا. I said that I did and she told me to wait for her in the dining room opposite. وطلبت مني أن أنا أنتظرها في حجرة الطعام المقابلة أو طبعا opposite يعني المقابل. When I entered the dark room, when I entered, لما دخلت entered يعني دخلت, لما دخلت الحجرة المظلمة, I could see a long table. شفت منظرة طويلة, led with a table cloth and blood. led يعني هنا مغطى, هنا كلمة led means covered. led يعني مغطى. With a table cloth قماش أو قماش مائدة and plates وأطباق prepared for a wedding celebration. يعني طبعا بيستعدوا أو بيعدوها لحفل زفاف أو احتفالية زفاف. طبعا celebration معنى احتفالية. But now covered, ولكن الآن هي مغطاة. But now covered with spiders webs, ولكن الآن هي مغطاة ببيوت العنكبوت. Spider's webs. The room looked like it had been exactly the same for many years. The room looked like. يعني يبدو الحجرة looked like it had been كما أنها هنا منذ for many years, منذ سنوات عديدة. There were spiders and mice everywhere. There were spiders. يوجد العناكب and mice والفئران everywhere في كل مكان. I was looking around the room and watching the spiders when Miss Havisham came quietly into the room behind me. I am looking around. يعني طبعا نظرت حولي around the room في الغرفة and watching the spiders وبشاهد العناكب when Miss Havisham لما Miss Havisham came quietly يعني جت كده بهدوء to the room للحجرة behind me خلفي. What do you think this is? What do you think this is? ماذا تعتقد أو ماذا يكون في اعتقادك؟ Asked Miss Havisham. Asked Miss Havisham. طبعا السيدة هافيشام بتسأل. Pointing at a tall shape in the center of the table. Pointing مشيرة at a tall shape لشكل طويل in the center of the table في منتصف أو مركز أو وسط المنضدة. I went closer يعني ذهبت أو اقتربت منه. It's a cake دي عبارة عن كعكة. باب
A wedding cake يعني كعكة زفاف. Mine بتاعتي. She went on وطبعا استمرت أو تبعت. And now walk with me. Now walk with me يعني إيه؟ والآن امشي معي. Walk with me. Miss Havisham asked me to walk with her around the room. طلبت مني السيدة هافيشام إننا أمشي معها حول الحجرة. Which we did for some minutes. وعدنا كده for some minutes لبضع دقائق. Until Stila and the pockets came in. لحد ما ستيلا وعائلة بوكيت حضروا. They asked about Miss Havisham. وسألوا عن Miss Havisham's health. عن صحة Miss Havisham's. And wished her a happy birthday. وتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. But she sent them away. ولكنها أرسلتهم بعيدا. That wedding cake يعني الكعكة الزفاف was brought here يعني أحضرت هنا. A long time before you were born يعني جت هنا قبل ما انت تولد. Miss Havisham told me and everything is still here وكل شيء زي ما هو. She stood for a long time وقفت لفترة من الوقت. Looking at the table وبتنظر على المنضدة. Then we returned to her dressing room. Then we returned وبعد كده returned يعني عدنا إلى dressing room حجرة ملابسها. And Miss Havisham told Stila. Miss Havisham طبعا أخبرت Stila and me to play إن إحنا نلعب. So we sat down to play games. So we sat down يعني قعدنا مع بعض نلعب ألعاب. In her dressing room في حجرة ملابسها. But this time ولكن المرة دي Stila refused to speak to me. Stila رفضت إن هي تتكلم معي أو تتحدث معي. Finally, Miss Havisham asked me to return in a few days and allowed me to leave. طبعا هنا finally في النهاية Miss Havisham asked me طلبت مني to return in a few days يعني أعود في خلال أيام قليلة. And allowed me وأسمح لها أو allowed me to leave وسمحت لي أن أنا غادر. Stila led me out of the house. Stila led me out يعني قادتني out of the house خارج المنزل. Again put my food and drink on the ground. Again يعني مرة أخرى. Put my food يعني وضع طعامي. And drink وشرابي on the ground على الأرضية. And shut the door وأغلقت الباب. Alone in the garden. Alone يعني بمفردي في الحديقة. I was surprised to see another boy looking at me out of the window. I was surprised يعني اندهشت to see another boy إن أشوف ولد آخر looking at me بينظر إلي out of the window من النافذة. He disappeared into the house. He disappeared يعني اختفى. He disappeared into the house اختفى في المنزل. And then came out into the garden to speak to me. And then يعني مرة أخرى came out into the garden يعني عاد للحديقة to speak to me عشان يتحدث معي. He had very pale skin يعني له بشرة يعني شاحبة جدا. And short fair hair وشعر قصير. So in my mind يعني كده في عقلي أو في ذهني. I called him ناديت عليه أو أطلقت عليه هنا. The Paul Young Gentleman. The boy young أو the Paul Young. Paul طبعا هنا the Paul Young. Paul يعني شاحب. The Paul Young Gentleman يعني الشاب الشاحب. Hello طبعا هنا قلنا Paul يعني شاحب. فبقول له Hello. Who let you in? Who let you in? يعني من اللي سمح لك تدخل. He asked. Stila I replied. Stila I replied يعني Stila. Come and fight then. تعال وحارب. Then he said preparing to hit me. واستعد بقى هو على وشك to hit me ان هو يضربني. The boy was my age يعني الولد كان في نفس عمري. But much taller than me ولكن اطول مني بكثير. I ran at him hard and he fell over. I ran at him انا جريت عليه بسرعة. I ran at him hard بسرعة. And he fell over وسقط. He jumped up يعني قفز. Prepared to fight again إنه يضرب أو يقاتل مرة أخرى. So I ran at him again عشان كده أنا جريت عليه مرة تانية. This time he got a back eye. This time يعني هذه المرة he got a black
eye. He got a black eye. يعني black eye قلنا هنا يعني تلقى كدمة حول العين. He got a black eye. يعني تلقى كدمة حول عينه. He didn't seem to be strong. يعني لا يبدو أنه هو قوي. And never hit me hard. And never. ولم يضربني أبدا بشدة. The fight continued for several minutes. The fight يعني المعركة استمرت for several minutes يعني لدقائق عديدة. Until the boy was on his knees. لحد ما الولد on his knees يعني كان على ركبته. Saying you have won. وبيقول انت فزت. He was so brave that I felt sorry for him. He was so brave. يعني كان شجاع جدا لدرجة ان انا شعرت بالأسى إيه من أجله. Can I help؟ يعني ممكن أساعدك. I asked. No thank you. شكرا. Goodbye. مع السلامة. He answered. I knew that it was time to leave. وطبعا من هنا أدركت إن ده the time to leave يعني وقت الرحيل. I didn't see the pole. I didn't see the tall young gentleman at Miss Havisham's again. I didn't see. أنا لم أرى the tall young gentleman اللي هو الشاب الشاحب مرة أخرى في منزل من السيدة هافيشام. Although my visits continued. بالرغم أن الزيارات استمرت. Nothing ever changed. يعني لا شيء تغير. Miss Havisham sat in her wedding dress. دايما Miss Havisham جلسة بي أو بتجلس بفستان الزفاف. In her dusty dressing room. In her dusty يعني في الغرفة الملابس الدستي يعني المغطاة بالأتربة أو بالغبار. Stella and I played games. أنا وستيلر قعدنا نلعب ألعاب. As Miss Havisham watched. وزي ما بينما Miss Havisham هنا أزمعنا بينما Miss Havisham watched بتلاحظنا. And Miss Havisham asked if I thought Stella was pretty. طبعا Miss Havisham بتسأل مرة أخرى if I thought Stella was pretty. يعني هل أنت بتعتقد ان ستيلا جميلة. I always said yes. دايما كنت بقول لها yes. And Miss Havisham seemed happy with her answer. Seemed happy. يعني يبدو ان هي سعيدة with this answer بالاجابة. What will you be when you grow up? Pip. What will you be? يعني عايز تبقى ايه لما تكبر يا بيب. طبعا هنا من اللي سأل she asked one day. يعني سألت في يوم من الايام. Mrs. Joe and Uncle Bumble Chuck had been talking about the same thing ever since I had started to visit Miss Havisham. طبعا هنا Mrs. Jo اللي هي بيبس sister and uncle Bumblechuck had been talking. كانوا بيتكلموا about the same thing عن نفس الشيء ever since يعني دايما. I had started to visit Miss Havisham. I had started. يعني بدأت أزور Miss Havisham. They were sure that she wanted to give me all her money. They were sure. يعني كانوا متأكدين إنها she wanted إن هي عايزة تديني all her money كل مالها. And they wanted me my visits to continue. And they wanted وكانوا عايزين my visits يعني زياراتي to continue تستمر. I am going to become John's appearance and learn to be a blacksmith. I said I'm going يعني أنا سوف أصبح جوز appearance الصبي بتاع جو and learn to be a blacksmith وأتعلم إن أنا أبقى حدد. I said then tell جو to come here at once. She said then ومن هنا tell جو اخبر جو to come here إنه يحضر هنا at once. She replied when جو came لما جو وصل with me on my next visit في زيارة التالية Miss Havisham give him a large bag of money. Miss Havisham اعطته a large bag يعني كيسة كبيرة of money من النقود. Babe will become your apprentice now. Babe يعني Babe هيصبح your apprentice now الآن. She said he is a good boy يعني هو ولد كويس and this is his reward ودي مكافئته. The money is to pay for his apprenticeship. The money يعني المال ده تكاليف التعلم المهنة. But that's your lot. ولكن ده كتير جدا. But that's your lot.
الاكسبريشن مرة تانية but that's your lot but that's your lot. الاكسبريشن ده معناه بيقول لي ايه؟ يعني طبعا ده كتير او مال كتير جدا. this is all you will get from me this is all بتقول له ده كل المال اللي انت هتحصل عليه مني. Mr. Georgery shall I visit you again Miss Havisham ممكن ازورك مرة تانية Miss Havisham I asked no she replied Joe is your boss now لا خلاص ما عدتش تزورني Joe is your boss now يعني جو أصبح رئيسك الآن. Estella show them out يعني إيه اصطحبتهم للخارج. And so my apprenticeship with Joe began ومن هنا تعلمي للمهنة بدأ عند جو. But I had changed ولكن أنا تغيرت. I no longer wanted to be a blacksmith. أنا ما عدتش عايزة أكون بقى blacksmith يعني ما عدتش عايزة أصبح حداد. Now I was ashamed of my home and my family. أنا خلاص عدت بخجل من my home من منزلي and my family وعائلتي. Estella was often in my thoughts. Estella was often in my thoughts. يعني استيلا كانت كثيرا ما في أفكاري. Although I didn't see her anymore. بالرغم أن أنا ما شفتهاش أو لم أعد أراها. I didn't see her anymore. لم أعد أراها على الإطلاق. I was sure. أنا متأكد that she didn't like my position in life. أنا متأكد أن هي لا تحب إيه مكاني في المجتمع. So I continued my education. So I continued. لذلك استمريت في التعلم. And worked hard. وأعمل بجد. This was largely thanks to Biddy. This was يعني ده طبعا thanks to بفضل بيدي who gave me lessons and taught me as much as she knew who gave me lessons اللي كانت بتقدم لي حصص and taught me وعلمتني as much as she knew يعني اكتر او علمتني اكتر. Although she was older than me although بالرغم ان هي كانت اكبر مني Biddy was my friend Biddy ده كان my friend يعني صديقي. About a year after يعني بعد مرور عام my apprenticeship with Joe had begun يعني تعلمي المهنة مع جو بدأ. I asked you for an afternoon's holiday. I asked you. يعني طلبت من جو an afternoon's holiday أجازة في الظهيرة so that I could visit Miss Havisham and thank her for helping me. طبعا هنا I could visit يعني ممكن أزور Miss Havisham and thank her وأشكرها for helping me لمساعدتي. When Arlick Jones' workman heard that I was going يعني إن أنا سوف أذهب he was very angry يعني كان غاضب جدا. He didn't think it was right that I should have an afternoon's holiday. طبعا هنا he didn't think يعني كان لا يعتقد it was right إن ده من الصح that I should have an afternoon's holiday إن أنا أخد أجازة في الظهيرة. But he couldn't ولكن ما قدرش. I didn't like Arlick أنا ما كنتش بحب Arlick ده. He was large and slow. He was large يعني كان ضخم كده and slow بطيء. He often tried to make my life difficult at work. And he often tried يعني غالبا ما بيحاول to make my life إن يجعل حياتي difficult صعبة at work في العمل. An argument began between Arlick and Mrs. Joe. طبعا هنا an argument يعني حوار أو نقاش دار ما بين Arlick and Mrs. Joe والسيدة جو. Wanted me to see Miss Havisham again يعني كانت عايزاني أروح أزور السيدة هافيشام مرة أخرى. In the end يعني في النهاية in the end Joe had to stop them Joe had to stop them يعني كان على جو إن هو يوقفهم. But there was something strange ولكن كان في شيء strange يعني غريب about Arlick عن Arlick ده. But I couldn't put my finger on ولكن لم أستطع إيه إننا اكتشف زي ما بقوله كده ما عرفش يحط إيده على الحقيقة. أو didn't know what is I didn't know يعني ما عرفش
the matter الموضوع أو الأمر. طبعا هنا I couldn't put my finger on، يعني ما قدرتش أحط كده إيدي على الحقيقة أو توصل للحقيقة. On what it was، إيه ده كان عبارة عن إيه؟ تعال نشوف كده أسئلة على الجزء ده. طبعا put my finger on الإكسبريشن ده طبعا هنا معناه إيه؟ لم يستطع أن يكتشف الإيه الحقيقة. طيب هنا choose the phrases A B C which is most similar، يعني متقاربة للمعنى اللي معنا. That's your lot، يعني ده كتير. This is all you will get from me، ده كل اللي انت هتتقاضاه مني. Mr. Gergery، it's a lot of money، يعني مال كتير. You won't get any money anymore، مش هتحصل على مال اكتر. That's more money than you have had before، ده مال اكتر من اللي انت متعود عليه من قبل. طبعا هنا بقول له that's your lot، يعني كرم منك او اكتر ما من قبل. طبعا that it's a lot of money ولا that's more money than you have had before. طبعا هنا letter C، that's too money، يعني مال كتير. than you have had before، أكتر ما كنت بتتقاضاه من قبل. الإكسبريشن مرة تانية بنقول that's your lot، يعني أكتر ما تتوقع. I couldn't put my finger on، أنا ما قدرتش أحط إيدي على عليه أو أتوصل للحقيقة. what it was، couldn't، I couldn't work out what it was، ما قدرتش أكتشف إيه ده. I couldn't describe it very well، أنا ما قدرتش أصف إيه ده. I couldn't tell any more about it، I couldn't tell، يعني ما قدرتش أقول anymore or tell anymore، أخبر أكتر عنه. طبعا I couldn't put my finger on، يعني ما وضعتش إيدي أو ما توصلتش للحقيقة، معناها I couldn't. طبعا هنا I couldn't work out what it was، I couldn't work out، يعني ما قدرتش. work out يعني حل، what it was يعني ده عبارة عن إيه. The Shakespeare was very kind and gave the children a free ice cream. Here you are، طبعا هنا here you are يعني تفضل. He said but that's yours، ولكن the yours يعني ليك. لو جينا نشوف الجملة مرة تانية. The Shakespeare was very kind and gave the children a free ice cream، يعني أعطى الأولاد a free ice cream، يعني ice cream. Here you are، اتفضل. He said but that's your، ولا عندنا there was a strong smell in the room but I couldn't put my، طبعا هنا I couldn't put my eyes، وهنا طبعا but that's your lot، the expression بيعبر عن الكسرة. وهنا طبعا I couldn't put my eyes، يعني ما قدرتش اتوصل للحقيقة. بعد كده a football hit me in the face so I got a black eye، يعني كدمة في العين اسمها black eye. I'm going to apply for space when I finish school، طبعا هنا I'm going to apply for apprenticeship، يعني فترة فترة اللي هو تعلم apprenticeship. The children had an space about what game to play and began to fight، طبعا هو بدأ يحاربوا. The children had an argument، يعني طبعا تحفيز أو تشجيع. argument اللي هو الجدال. advertisement يعني إعلان. employment البطالة. The children had an space what about what a game، اللعبة to play and began to fight، وبدأ يحاربوا. طبعا هنا the children had an argument يعني جدال. argument يعني جدال أو نقاش. My mother said space yourself when I ran in playing a game and knocked over the chair، طبعا هنا مامتي قالت احترم نفسك كده ولا كن مؤدبا. when I ran in playing، وانا بلعب a game لعبة. and knocked over a chair، وطرقت على الكرسي. طبعا هنا my mother said behave yourself، behave yourself يعني احترم اخلاقياتك. he worked for a year as a builder's space، كان بيعمل لمدة عام as a builder's، يعني ايه عامل بناء، اسمه a builder، a building، a builders، practice، apprentice، dependence، conference. طبعا هنا apprentice يعني اللي يتعلم او فترة التعلم. it was a gray and space day، طبعا هنا gray يعني مظلم او غامق، وطبعا هنا gloomy يعني طبعا مظلم، يعني كانت ليلة كاحلة الظلام.
There was a pile. There was a pile of space old books on the shelf. There was a pile of dusty old books. ولا dust طبعا هنا تبقى dusty. ليه؟ لأنها صفة. There was a pile of dust. Of dust old books طبعا هنا dusty old books. ليه dusty؟ لأن عندنا old books اسم موصوف، والاسم الموصوف هنا طبعا الصفة مين؟ dusty يعني مترب. I felt a spiders طبعا هنا a spiders wet اسمه بيت العنكبوت spiders wet. I felt a spiders wet. I felt a spiders wet web طبعا I felt a spiders web يعني أدركت بيت أو شعرت ببيت العنكبوت. Brush against my face يعني مندفع كده على وجهي. As I walked through the doorway as I walked وكأني ماشي كده من خلال doorway يعني طريق الباب. The man in the inn الرجل اللي في الان is by the coin and paper and give it to me يعني لف العملة المعدنية كده بورقة and give it to me وقدمها لي. طبعا هنا ايه؟ the man in the inn wrapped the coin. wrapped يعني يلف. A bell space far away يعني الجرس ردن ايه من بعيد. طبعا is calling is chatting is falling is ringing طبعا هنا is ringing يعني طبعا ايه رن. In the dining room في حجرة المعيشة باب saw a long table space with a table cloth and plates طبعا هنا in the dining room باب saw a long table led يعني ايه يعني بترقد عليها led with a table cloth and plates. At the end of the day at the end of the day still a space out of the house طبعا انا بقول at the end of the day يعني في نهاية اليوم still a lit bib يعني قضيته lent يعني يستأجر left يغادر طبعا هنا learned يتعلم هي طبعا هتبقى at the end of the day still a lit bib بايب out of the house طبعا هنا led يعني يقود أو يحيى. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من تشابتر 3 مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.